الظهيرة من الميادين والبداية مع العناوين. السلطات الأردنية تفرج عن الجندي أحمد الدقمسة بعد 20 عاما في السجن لقتله إسرائيليات استهزأن بصلاته على الحدود. الأمن الفلسطيني يقمع وقف احتجاج أمام مجمع المحاكم في رام الله احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج وخمسة من رفاقه. تركيا تصعد ضد هولندا، نزع العلم الهولندي ورفع التركي فوق قنصليتها في اسطنبول، وأردوغان يتهم أوروبا والغرب بالنازية. القوات العراقية تحرر حي الأغوات وتدخل حي الموصل الجديدة وتعلن استعادتها أكثر من ثلث مساحة الساحل الأيمن للمدينة. مهرجان الأرض للأفلام الوثائقية في سردينيا يختتم أعماله، كلمة حق لفلسطين ولأفلامها النصيب الأكبر. مساء الخير. أفرجت السلطات الأردنية فجر اليوم عن الجندي أحمد الدقمسة بعد انقضاء محكوميته. الدقمسة مسجون منذ عام 1997 بتهمة قتل 7 طالبات إسرائيليات في منطقة حدودية أردنية مع فلسطين المحتلة بعدما استهزأن بصلاته أثناء أدائه إياها. إلى الحرية عاد أحمد الدقمسة، 20 عاما قضاها خلف قضبان السجن تعادل حكمه بالمؤبد الذي انتهى بعد طول انتظار. في ساعة متأخرة من الليل أفرجت السلطات الأردنية عن الدقامسة. قريته إبدر كانت سهيرة تحتفل بوصول ابنها احتفال الأبطال. في أذار مارس عام 97 كان الجندي الأردني المرابض على الحدود مع الأراضي المحتلة في منطقة الباقورة يصلي. أثناء صلاته مرت مجموعة طالبات إسرائيليات استهزأن به، فما كان منه إلا أن فتح رصاص رشاشه عليهن وأردى 7 منهن قتيلات. الحكم على المجرم الجندي الأول رقم 231845 أحمد موسى مصطفى الدقامسة بالوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً لأحكام المادة 327/3 من قانون العقوبات. محكمة عسكرية أردنية دانت الدقامسة بعد 4 أشهر من الحادثة وأرسلته إلى السجن، حيث قضى محكوميته التي لم تنفع شتى المحاولات لتقليل مدتها، وبقي صوت والدته في قاعة المحكمة يؤنسه وهي تقول له ارفع رأسك. مرات عديدة حاولت اللجنة الشعبية للدفاع عن أحمد الدقامسة الضغط لاستصدار عفو ملكي عن الجندي المسرح، وطالبت بالإفراج عنه، لكن لا الاعتصامات ولا المطالبات وجدت أذانا صاغية. محاولة أخرى لمطالبة الملك عبدالله الثاني بالعفو عن الدقامسة بذلتها مجموعة من 70 شخصية أردنية عام 2008 من دون جدوى، وكذلك كانت النتيجة مع طلب الإفراج الذي رفعه مجلس النواب الأردني عام 2014. الشاب الذي ترك عائلته عندما كان يبلغ 26 عاما عاد إليها رجلا في 46، عاد ليكمل حياته إلى جانب أولاده 3 الذين حرم منهم 2 من الزمن. ومن أبدر ينضم إلينا نجل الجندي أحمد الدقمسة سيف الدين الدقمسة. أهلا بك سيد سيف الدين. إذا اسمح لي بداية أن أهنئكم بخروج الوالد، ولكن ما هو شعوركم بعد 20 عاما على اعتقاله وكثر يصفونه بالأيقونة للأردنيين أو البطل الأردني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شعورنا فرح كبير، سعادة كبيرة، ما في كلمات ممكن توصف الشيء اللي احنا شعرين فيه وبنحس فيه من سعادة. هل كنت عزز من سعادتنا والدعمنا واللي قوانا على نفرح أكثر وأكثر هم إصرار الأحرار، إصرار الشعب الأردني. هل كنتم تتوقعون هذا القرار وكيف تلقيتم الخبر أحمد؟ أو عفوا سيف الدين. القرار متوقع من سنتين. تصريح وزير الإعلام دكتور محمد المومني، وتلقينا الخبر في ساعة متأخرة من ليلة الأمس الساعة 12 ليلا،
خبر الإفراج سيتم في هذه الليلة. فكنا مبسوطين وجاهزين ومنجهز بأنفسنا ومنجهز بكل استقبال يليق بوالدي كجندي أردني عاد إلينا بعد 20 عام. ما هي ردة الفعل الأولى للوالد أحمد، وخصوصا لو تطلعنا أيضا عن وضعه الصحي وهو تعرض لمشاكل صحية في أثناء فترة سجنه في لدى السلطات الأردنية سيف الدين؟ الوضع الصحي لوالدي في عنده أمراض، بس بنفس الوقت اللي صار امبارح خفف من كل أمراضه، السكر تمام، الضغط كله تمام، وبنفس الوقت فرحته كانت كبيرة لأنه لقى أهله وقرايبه من الأردنيين ومن الفلسطينيين موجودين بيستقبلوه. ذكرت سيف الدين بأنه منذ عامين كان هنالك من المتوقع خروج الوالد، وفقا لأي معطيات تم الإفراج صباح اليوم عن والدك، وخصوصا وكان هنالك محاولات عدة من قبل شخصيات وطنية وحتى نواب داخل المجلس النواب بمحاولة الإفراج عنه، إلا أنه تم يعني قضاء كامل محكوميته بالنسبة لوالدك؟ بعد كثير من المسيرات والاعتصامات اللي قمنا بها احنا كعشيرة الدقامسة بالمطالبة بالإفراج عن والدي، وغيرنا الكثير اللي طالب من خلال الاعتصامات، من خلال البرقيات، من خلال المسيرات، أصدر قرار من وزير الإعلام دكتور محمد المؤمني سيتم الإفراج عن الجندي الدقامسة في حال انتهاء حكمه وفي تاريخ 12/3/2017. هل هنالك من ردات فعل تلقيتموها من شخصيات رسمية سيف الدين؟ تحدثت عن ردات فعل أهالي بلدة السيد أحمد وهذا الاحتفال بخروجه، ولكن هل كان هنالك أي تهنئة من قبل شخصيات رسمية لكم من قبل السلطات الأردنية؟ من قبل السلطات الأردنية ما في أي شيء رسمي، يعني تهنئات رسمية توجهت لنا، بس بنفس الوقت احنا بنعرف انه كل مواطن أردني مبسوط وفرحان لأنه أحمد الدقامسة خلص حكمه وطلع من سجنه بسلام ورجع لأهله. كيف كانت ردة أهالي البلدة تحديدا وجدتك، خصوصا وأننا علمنا أول من قام بالسلام عليها وحتى تقبيل يدها كانت السيدة الوالدة؟ الكل كان مبسوط، الكل كان فرحان واستقبلوه بالغريت واستقبلوه بالأغاني وبالهتفات، ووالدته من الصدمة من المفاجأة من الفرح أغمى عليها تقريبا دقيقتين. أشكرك جزيل الشكر نجل الجندي أحمد الدقامسة سيف الدين الدقامسة، وأهنئكم مجددا أيضا بخروج الوالد، شكرا جزيلا لك. قمعت قوات الشرطة الفلسطينية وقفة احتجاج لعشرات النشطاء أمام مقر مجمع المحاكم في رام الله احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج وخمسة من رفاقه، أربعة منهم أسرى لدى الاحتلال. الشرطة الفلسطينية فرقت الوقفة بالغاز المسيل للدموع وبقنابل الصوت، كما اعتدت بالضرب على المشاركين واعتقلت عددا منهم بينهم الأسير المحرر خضر عدنان، واعتدت على الصحفيين بالضرب بالعصي. وقد بدأ والد الشهيد الأعرج إضرابا عن الطعام حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين خلال فض الوقفة. حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عما وصفته بالاعتداء الهمجي على المتظاهرين في رام الله احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج. وفي بيان لها طلبت الجبهة الشعبية بمحاسبة المسؤولين عما جرى بحق المتظاهرين، وطالبت بموقف وطني حازم ضد ما وصفته بالتصعيد السلطوي ضد الشعب الفلسطيني وتجاوز الخطوط الحمراء. وإذ وصفت الجبهة الشعبية التنسيق الأمني مع إسرائيل بالمشين، ورأت أن السلطة الفلسطينية باتت على مفترق طرق بين الاحتكام لنبض الشارع وثوابته وفي طليعتها المقاومة، أو أن تكون سلطة قمعية منبوذة. بعد ألمانيا وهولندا دخلت السويد على خط الأزمة مع تركيا، فقد تراجع صاحب صالة في العاصمة السويدية اليوم عن استقبال تجمع للأتراك كان من المقرر أن يحضره نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مهدي إكر. وفي تركيا رفع متظاهر تركي اليوم علم بلاده فوق مبنى القنصلية الهولندية بشارع الاستقلال في مدينة إسطنبول،
المتظاهر التركي قام بإنزال العلم الهولندي من فوق مبنى القنصلية ورفع العلم التركي مكانه. إلى ذلك توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هولندا بأنها ستدفع ثمن الإضرار بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن بلاده ستتخذ موقفا ضدها بعد صدور نتيجة الانتخابات. أردوغان وخلال كلمة له في إسطنبول قال أن الغرب أظهر وجهه الحقيقي خلال الأيام الماضية، واصفا ما يحدث بالممارسات النازية. وزير الخارجية التركي قال بدوره أن اعتذار هولندا ليس كافيا فتصرفاتها ستكون لها عواقب. وكان رئيس الوزراء التركي قد قال أن بلاده ستتخذ إجراءات قوية بعد طرد السلطات الهولندية وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية وتفريق تظاهرة للأتراك في روتردام. تشابهت ساعات الليل الأولى في هولندا وتركيا حد التطابق، مئات المؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشوارع حاملين أعلام تركيا ومرددين شعارات منددة بهولندا. هو المشهد الذي حكم مدينتي أنقرة وروتردام لساعات. لم يطل صبر الحكومة الهولندية كثيرا، قوات الأمن تدخلت لتفرقة مئات المتظاهرين المحتشدين أمام القنصلية التركية مع ازدياد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين حدة، أزمة أشعلتها التجمعات التي تنظمها تركيا لجالياتها في مدن أوروبية لحشد أصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية. لكن هولندا اختارت منع هذه التجمعات وإلغاءها كغيرها من بلدان أوروبية أخرى، الأمر الذي أغضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودفعه إلى شن حملة انتقادات لاذعة على تلك البلدان وصلت إلى حد وصفه أمستردام بأنها فلول للنازيين. تطور الخلاف بين أنقرة وأمستردام تباعا. الحكومة الهولندية منعت طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط في روتردام، ثم منعت وزيرة الأسرة التركية التي وصلت إلى البلاد برا من الدخول إلى قنصلية بلادها وأعلنتها أجنبية غير مرغوب فيها، ثم رافقتها الشرطة إلى حدود ألمانيا التي جاءت منها. الشقاق الدبلوماسي زاد بين البلدين مع إغلاق تركيا السفارة الهولندية ومنزل القائم بأعمال السفارة والقنصلية الهولندية وإعلانها أنها لا تريد عودة السفير الهولندي لديها لبعض الوقت. جبهة الخلاف مع أمستردام تضاف إلى خلافات أخرى تخيم على علاقة تركيا مع عدة دول أوروبية في الآونة الأخيرة منها ألمانيا والنمسا، ويقف سعي أردوغان إلى حشد الأصوات للاستفتاء الذي يوسع صلاحياته وراء هذه الخلافات كلها. ومن برلين ينضم إلينا عبر خدمة الإنترنت الإعلامي والباحث السياسي أكثم سليمان. أهلا بك سيد أكثم. إذن هل يمكن القول بأن تسارع هذا التوتر في العلاقات بين تركيا وليس فقط مع هولندا وألمانيا اليوم وصلت إلى حتى السويد، هنالك أزمة حقيقية دبلوماسية بين أوروبا وتركيا، وهل يمكن تطويق هذا الخلاف أو هذا التوتر؟ بداية بالتأكيد نعم، هناك أزمة حقيقية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا بين تركيا ودول أخرى. اتخذ هذا الخلاف أشكال أقل حدة ربما في الناحية الألمانية، أي عدم وجود صالة مناسبة لمشروع أو لتجمع انتخابي، وأخذ صورة قاسية ربما صدامية في هولندا عندما تم منع وزير الخارجية التركي من الهبوط، لكن كلها تجليات لأزمة واحدة. لكن الممتع أو الغريب في هذا الموضوع أن الأزمة مفيدة لجميع الأطراف، الكل مستفيد. معركة كسر عظام مرشحة للتطور في الفترة القليلة القادمة ويستفيد منها الجميع. رجب طيب أردوغان وحزبه ووزرائه يظهرون أنفسهم وكأنهم أبطال قوميين، ويحاول هذا الغرب المعادي لهم منع تغيير نظام الحكم أو الدستور في هذه الدولة، وهو أمر طبعا يشحن العواطف القومية في كل مكان، ليس فقط في ألمانيا وهولندا وإنما أيضا داخل تركيا وحتى داخل المعارضة التركية من أجل تمرير هذه الأمور. إذن هل نفهم منك سيد أكثم بالنسبة للجانب التركي هو استثمر حدة هذا التوتر وبالنهاية هنالك توسيع يمكن
الاستفتاء أن ينال بالفعل موافقة أغلبية الشعب لتوسيع صلاحيات أردوغان؟ أعتقد أنه في حال ما حصل هذا الاستفتاء على الأغلبية الكافية فعل رجب طيب أردوغان ووزرائه التقدم بالشكر لدول كهولندا وألمانيا والسويد، لأن ما جرى كان فيه فعلا مساعدة كبيرة في تمرير هذا الموضوع طبعا بشكل غير مباشر. أيضا هذه الدول من جهة أخرى كي لا تكون بريئة مستفيدة، ألمانيا هولندا فيها انتخابات في هذا العام أيضا، وهي دول فيها قوى يمينية صاعدة في الفترة الماضية، وبالتالي تحاول حكومات هذه الدول، تحاول الأحزاب، تحاول الولايات البلديات إظهار نفس أيضا قوي عن ليس معنا، لا يمكن أن تقوم في هولندا بمثل هذا الأمر، لا يمكن أن تقوم في ألمانيا بمثل هذه القضايا وما إلى ذلك، وهو ما يدفع عن هذه الحكومات تهمة مهادنة ربما الأتراك ومهادنة الجالية التركية داخل بلدانها، وهي التهمة التي طالما توجه بها اليمين المتطرف هولندا وألمانيا وغيرها من الدول لهذه الحكومة. طيب سيد أكثم، يعني ما هي حدود التسخين والتهدئة بين تركيا وأوروبا، وهل بالفعل لدى هذه الدول الأوروبية هواجس ومخاوف بتوسيع صلاحيات أردوغان، وهي أيضا تستثمر ذلك بصعود اليمين المتطرف لديها؟ بالتأكيد هناك هواجس فيما يتعلق بالتغيير السياسي في تركيا. لا ننسى أن تركيا دولة مرشحة بقوة للانضمام للاتحاد الأوروبي بغض النظر عن طول الفترة. أي تغيير سياسي كبير في هذه الدولة سيضع الأوروبيين في مواجهة حالة جديدة تفرض عليهم تحديات ربما غير قادرين على التعامل معها. هم خرجوا للتو من قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن مرشح كتركيا يتجه باتجاه بالنسبة إلى مزاجهم إلى رؤيتهم اتجاه راديكالي. هذا الأمر طبعا يخافون منه، يخافون أيضا من أمر آخر كما ذكرنا، أن يأتي هؤلاء الوزراء الأتراك ويقومون بتجمعات انتخابية فتكون الصورة أقوى من أي تجمع انتخابي هولندي أو ألماني أو سويدي، فيقول اليمينيون تفضلوا ها هو الجيل الثاني والجيل الثالث من الأتراك في ألمانيا وفي هولندا وفي السويد، وها هم ينتمون إلى تركيا بعد ثلاثة أجيال، ألم نقل لكم إن تركيا يبقى تركي ولن يصبح أبدا في انتماء وحبه وميوله ألمانيا أو هولنديا أو سويديا، تلك هي عمليا المحددات لهذا الأمر. إلى متى يمكن أن يستمر هذا الأمر؟ تماما إلى يوم الانتخابات التركية في الشهر القادم من الجانب التركي، وتماما إلى انتهاء الانتخابات في باقي الدول الأوروبية مثلا في ألمانيا في الشهر التاسع، وبعدها سيفاجأ الجميع بحجم الهواء الساخن الذي كان خلف هذا كله. يعني هذا حدود التسخين ليس فقط عند الانتخابات إن كان بالنسبة للطرفين، ولكن هل يمكن أن نتوقع بالنسبة للسياسات التركية الاتجاه أكثر إلى الحلف الآخر، يعني خصوصا وهنالك تقارب روسي تركي واضح والتقارب الإيراني التركي؟ بالنسبة للموضوع العلاقات الخارجية الآن، هذا أمر قائم منذ الآن، التقارب التركي الروسي هو أمر قائم ويزعج الأوروبيين، يزعج الغربيين، يزعج الأطلسيين. التقارب على الأقل في الفترة الماضية الإيراني التركي أيضا قائم، هي دولة في حالة بحث، هذا أيضا يزعج الأوروبيين بشكل من الأشكال، لكن لا أعتقد أننا الآن أمام مرحلة تغيير راديكالي. ربما بعد مرور هذا التعديل الدستوري وربما بعد اتضاح أمور دولية أخرى على رأسها الحالة السورية أو غير ذلك، قد يكون مسار تركيا مختلفا عن مسار أوروبي، لكن حاليا ما زال الوقت مبكر وليس هناك بالتأكيد خطر من أن ترسل تركيا قوات درع الفرات الآن إلى أوروبا أو غير ذلك. هذا الأمر طبعا ما زال في إطاره الإعلامي الحديث التصريح، نازية هنا نازية هناك، حتى كلمة نازية بات الأتراك يستخدمونها لمن لهم ماضي نازي كالألمان ولمن كانوا من ضحايا النازية كالهولنديين، وهذا يريك حجم الفراغ في هذه اللغة. هي اللغة وهي كانت إشارة صادمة بالنسبة برلين باستخدام هذا التعبير من قبل أردوغان. أشكرك جزيل الشكر سيد أكثم سليمان الإعلامي والباحث السياسي، كنت معنا عبر خدمة الإنترنت من برلين. أعلن قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات مكافحة الإرهاب العراقية أن القوات العراقية استعادت أكثر من ثلث مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في شباط فبراير الماضي. هذا وحررت القوات العراقية حي الأغوات ودخلت حي الموصل الجديدة في الساحل الأيمن للموصل وكسرت دفاعات داعش في باب الطوب، كما حررت القوات العراقية منطقة الدور السكنية قرب محطة القطار غرب الموصل.
تحتد الاشتباكات التي تخوضها القوات العراقية انطلاقا من النبي شيت باتجاه الموصل القديمة. هذه هي الأزقة التي كان داعش قد عمد لإنشاء سواتر إعاقة للقوات العراقية، وكيف تعمد وضع الكتل الإسمنتية لإعاقة حركة الدرع العراقي باتجاه الموصل القديمة. طبعا داعش عمد لإدخال سيارة مفخخة إلى داخل هذا الزقاق من أجل إعاقة القوات العراقية ومحاولة إحداث أضرار وإسقاط ضحايا. طبعا الحي واجهنا به بعض المشاكل والصعوبات من عناصر داعش، وكانوا يستخدمون المفخخات، ليس لديهم أي أسلوب آخر. مثل ما تشوفون البناء قديم طبعا، لكن احنا استخدمنا خطة مغايرة تختلف عن الخطة السابقة في الجانب الأيسر. نظرا لكون البناء قديم فقمنا بعمليات تكتيكية وسط الليل عند الساعة 12 ليلا، وتم اقتحام المدينة بالكامل. مثل ما تشوفون طبعا العوائل كانت أعداد كبيرة، سيطرنا على الموقف وخرجنا العوائل بالاتجاه المحاور الآمنة. هنا طبعا داعش عمد لأن يرصف سيارات المدنيين لكي تكون مصدات أمام حركة القوات العراقية. ألزم المدنيين بدفع سياراتهم لكي تحمي مسلحيه في حرب الشوارع. لذلك تحاول القوات العراقية أن تبقي على العائلات داخل المنازل لإبعادها عن خطر الاشتباك. السلام عليكم. عليكم شنو السلام. اسمك؟ صابرين. شنو صابرين؟ شنو شفتي بهاي المنطقة خلال العمليات؟ نحن ما كل شيء ما خفنا، بس غير خفنا من المفخخات والهاونات. الهاونات هي ذبحتنا. نحن ثلاث هاونات وقعوا ببيتنا. وطلعنا نزلنا بالسرداب. عاد أول ما نزلنا على السرداب الليلة اللي هي مفاتوا علينا، هي من الدواعش سووا يريدون يطلعونا. دي نسحونا نحن، وما بس نحن، المنطقة كلها. إذن العائلات العراقية كانت تحاول أن تلجأ إلى السرداب، وهو المبنى الأرضي في بيوت أهالي الموصل، لحماية الأفراد من أضرار السيارات المفخخة التي عمد التنظيم لأن يستهدف بها مواقع الاشتباك. وكما هو واضح يعني لم يضع اعتبارا لوجود العائلات والمدنيين، حاول يعيق حركة القوات العراقية المحررة بكل الوسائل التي يبيحها لنفسه. من النبي شيت في الموصل، عبد الله بدران، الميادين. أعلنت قوات الحشد الشعبي العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 500 سجين داخل سجن بادوش شمال غرب الموصل. وأفاد الحشد الشعبي في بيان أن اللواء الثاني عثر على مقبرة كبيرة فيها رفات نحو 500 سجين مدني في سجن بادوش قتلهم داعش أثناء السيطرة على الموصل. وينضم إلينا من الساحل الأيمن للموصل مراسل الميادين عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله، إذا لو تخبرنا عن آخر تطورات هذه العمليات العسكرية في الساحل الأيمن للموصل. نعم وفاء، بالنسبة لقوات الشرطة الاتحادية منذ أن باشرت يوم أمس كسر دفاعات داعش في الموصل القديمة، هي تمكنت اليوم من الدخول والتوغل في باب الطوب، وهو أحد أبرز أحياء ومعالم الموصل القديمة، على يد قوات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، وهم من ضمن مغاوير النخبة في إدارة العمليات. وبذلك فمن أهم وأبرز الدفاعات التي أرادها داعش أن تكون تحصينا لمسلحيه في الموصل القديمة قد كسرت فعلا، والحرب هي الآن بين زقاق وآخر، حرب راجلة دون تدخل الدرع العراقي، حفاظا على حياة المدنيين الذين يتواجدون داخل الموصل القديمة، وحفاظا على البيوت والبنى التحتية. طبعا الاندفاع تسهل كثيرا بالنسبة لقوات الشرطة الاتحادية بعد أن تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من كسر دفاعات داعش يوم أمس في الرسالة، سهل لها ذلك الدخول إلى حي الأغوات من معالم مدينة الموصل ومن أشهرها، استعادته اليوم بالكامل. المنجز العسكري أيضا بالنسبة لفرقة الرد السريع هو الاقتراب مع الشرطة الاتحادية بمسافة تقل عن 300 متر من الجسر العتيق، الجسر الحديدي الذي يربط جانبي الموصل. والقوات العراقية في هذا المحور إن تمكنت من الوصول إلى الجسر الحديدي فإنها بذلك تستعيد السيطرة على 3 جسور من أصل 5 تربط ساحلي الموصل الأيمن والأيسر. بالنسبة للقوات العراقية اليوم هي أبقت ضغطها على داعش من قبل طيران الجيش
وبالتالي تسهل استعادة الأغوات، تحرير الأغوات، مكن جهاز مكافحة الإرهاب من العبور سريعا والدخول إلى الرسالة والمباشرة بعمليات عسكرية لاستعادتها بشكل كامل. نعم عبد الله. كذلك الأرض ميدانيا تشهد عملية وحرب شوارع فعلية في الموصل القديمة، والأبرز هو كسر دفاعات وتحصينات التنظيم التي حاول دفعها باتجاه الشارع الرابط ما بين شمال الدواسة والموصل القديمة، الشارع السريع الرابط ما بين الدواسة والنبشيت. شكرا جزيلا. نعم. لك عبد الله بدران على كل هذه المعطيات الميدانية التي وفيتنا بها من الساحل الأيمن للموصل. حررت القوات العراقية متحف الموصل الذي وقع تحت سيطرة تنظيم داعش منذ نحو سنتين. التنظيم أفرغ المتحف من كل مخزونه التاريخي بسرقة التماثيل وحرق المخطوطات. تقرير دلول حديدان. قد تمحى آثار تنظيم داعش عن وجه البسيطة، إلا من أماكن احتضنت التاريخ واختزلت حقبه في أسطر. استعادت القوات العراقية متحف الموصل، ثاني أكبر متاحف العراق مهد الحضارات، لكنها لن تستطيع استرجاع ميراثه الحضاري الكبير. وقع المتحف تحت أيديها جثة لا ينفع معها تشخيص ولا وصل أكسجين ولا حقن دم. أسلم المكان روحه بعدما اغتيلت كل المعالم الحضارية فيه. صموده قبل عشرية أمام الاحتلال الأمريكي لم يجده نفعا أمام تنظيم داعش الذي هوى بمعاوله على كل تماثيله الحضارية وبنيرانه على مخطوطاته المرجعية. عشرات القطع الأثرية من الحضارة الآشورية والأكدية والبابلية والسومرية والحضارة الإمبراطورية الفارسية والرومانية، كذلك حضارة وادي النيل، كل هذه تم سرقة هذه القطع وتدمير الكبيرة منها اللي يحمل اللي يصعب حملها وتهريبها خارج العراق. تم تحرير هذه البناية بالكامل والحمد لله، لكن المكتبة التاريخية تم حرقها بالكامل من قبل مجامع داعش الإرهابية. تبكي الجدران نفسها وتعزي ذا الجدار وذا الجدار، ما عاد الثور المجنح يظلل على بقية التحف بجناحيه الكبيرين، وهو الذي تعود حماية مداخل قصور الإمبراطورية الأشورية. آلاف المخطوطات التي عبرت خط الزمن وشهدت على كل الحضارات المتعاقبة على بلاد الرافدين وخزان ذاكرة البشرية هناك، أفرغه التنظيم بشعلة عود ثقاب، مستوحاة من جذوة قد تلتهم كل تاريخ الأمة. ومن العراق إلى سوريا، حيث تأجل توقيع اتفاق خروج المسلحين من حي الوعر بمدينة حمص. يأتي ذلك بعد التقدم في هذا الملف وقرب الإعلان عن اتفاق لخروج نحو 2000 مسلح من الحي المذكور من دون عائلاتهم إلى ريف حمص الشمالي ومحافظة إدلب. وينص الاتفاق أيضا على دخول الحكومة السورية إلى الحي وفتح الطرقات أمام المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية. من العاصمة السورية دمشق تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين هناك ديما نصيف. مساء الخير ديما. إذن ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تنفيذ هذا الاتفاق في حي الوعر ديما؟ لا، هو في الحقيقة وفى ليس تأجيل لتنفيذ الاتفاق، هو لم يتم توقيع الاتفاق حتى اللحظة. كان يفترض أن يوقع اليوم، كما علمنا من بعض المصادر بأن يعني توقيع الاتفاق بات قاب قوسين أو أدنى. هناك اتفاق على حوالي 95% من النقاط التي تم التوصل إليها بين الطرفين. طبعا هناك يعني لجنة تفاوض عن الحكومة السورية ممثلة ببعض يعني بقادة للأفرع الأمنية مع المحافظ، وكذلك عن ممثل عن الدفاع الوطني. أيضا من جهة حي الوعر هناك لجنة عن الأهالي وعن المسلحين الذين يتواجدون في الحي. هناك بعض النقاط التي أوردتها مواقع تابعة للمسلحين أو قريبة من المسلحين، قالت بأنه سيكون هناك لجان مشتركة بين بعض المسلحين الذين سيبقون في حي الوعر وبين قوات الشرطة السورية. هذا أمر نفته تماما لنا المصادر العسكرية، قالت بأنه لا وجود لمسلحين، الاتفاق يقضي بخروج كامل المسلحين من حي الوعر، ومن لا يريد أن يخرج يجب أن يقيم أو يعقد تسوية مع الحكومة السورية. العدد المتوقع هو بين 1500 إلى 2000 مسلح يخرجون إلى إما ريف حمص الشمالي وإما إلى إدلب. الحكومة السورية ستوصل الحافلات فقط إلى قلعة المضيق، ومن ثم يتم اختيار الجهة بالنسبة للمسلحين بحسب ما يريدون. نعم ديما.
أيضا دخول الشرطة السورية والأمن السوري سيكون بعد أسبوع من تنفيذ الاتفاق. طبعا لوجود لن يبقي هذا الاتفاق على أي وجود مسلح في حي الوعر، وبذلك ينتهي آخر معقل للمسلحين في مدينة حمص، وتكون مدينة حمص خالية تماما من أي وجود مسلح يهدد هذه المدينة. طبعا حي الوعر نذكر بأنه تحت الحصار منذ 5 سنوات لمنع المجموعات المسلحة من إمكانية التسلل أو من إمكانية استهداف مواقع للجيش أو حواجز له. أيضا كان هناك 4 محاولات للوصول إلى اتفاق من أجل إنهاء هذا الملف، لم تنجح. هذه هي المحاولة الرابعة التي يفترض لها أن تنجح وأن يخرج كامل المسلحين من هذا الحي. طبعا هناك الكتائب الأبرز في حي الوعر هي أحرار الشام والنصرة، وهناك بعض الكتائب المحلية، وأغلبها خرج من حمص القديمة عندما طبق اتفاق حمص. يعني خروج المسلحين لن يستغرق أكثر من أسبوع نفهم وفقا لبنود هذا الاتفاق ديما؟ لا سيكون الخروج على دفعات وفاء، في كل يعني كل أسبوع تخرج دفعة ريتما تنتهي الأعداد المتفق عليها، لأنه ربما يكون هناك بعض المسلحين الذين سيغيرون رأيهم ربما ويقومون بتسوية مع الجيش السوري. لكن الأهم بأنه بالنسبة للجيش السوري لن يبقى أي مسلح في حي الوعر، هذا شرط الحكومة السورية، ومن يريد البقاء هو فقط تحت شرط التسوية مع الدولة، وبالتالي البقاء طبعا يعني فتح الطرقات ورفع المتاريس والسماح للناس بالخروج والدخول. هناك حوالي 50,000 مدني في حي الوعر، فقط الموظفين هم من يخرجون ويعودون إلى الحي يعني عبر الحواجز. لكن عندما يطبق الاتفاق سيكون هناك يعني وربما إعادة ترميم بعض البنى. شكرا جزيلا يعني لك. نعم من أجل عودة الأهالي. مديرة مكتب الميادين في دمشق، شكرا جزيلا لك. أدانت وزارة الخارجية التركية التفجيرين اللذين ضربا منطقة فيها مزارات دينية وسط العاصمة السورية دمشق. الوزارة وفي بيان لها دانت بأشد العبارات الاعتداء وقدمت التعازي لأسر الشهداء وتمنت الشفاء للجرحى. بدورها أدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دمشق، وأكدت التزامها بمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله. تعود الأمال إلى حلب بانتهاء أزمة مياه عاشتها المدينة لأكثر من 4 سنوات عانت خلالها تزايد نسبة الأمراض الناتجة من فقدان المياه التي أصبح تأمينها الشغل الشاغل للحلبيين. تقرير رضا الباشا. كمن يدفع بمستقبله أمامه، اعتاد عمر ورفاقه يوميا على الوقوف ساعات للحصول على المياه. باتت هذه العربة رفيقة دربهم، يتناوبون على دفعها محملة بمياه أنهكتهم أزمتها المتكررة في حلب. الله هون في عنا جنبنا بس مي مالحة عمرو لهنيك. يقطع الأطفال مئات الأمتار للحصول على مياه الشرب، يبدأ مشوارهم اليومي بعد انتهاء الدوام المدرسي، مشهد يتكرر في غالبية شوارع المدينة. أنا صف الرابع درست ونجحت عليه، والله كنت عم بعبي مي، عبيتهم للقنين وجيت، والطريق جبتهم لهدول كانوا بالعربين وعم بتشرن، وهلأ عبيتهم وصرت عم بتشرن بدي اروح على البيت. معاناة السنوات الأربع تشارف على نهايتها، وصول الجيش السوري إلى مضخات المياه في الخفسة يعيد الأمل للمدينة. تحرير حلب وتوحيدها يكتمل بوصول المياه إلى الشهباء. المحطات من الناحية الأولية سليمة 100%، لا يوجد أي ضرر في مضخاتنا البالغة 16 مضخة، اثنتان بحاجة إلى صيانة كاملة، والمضخات البقية قابلة للعمل بمجرد أن نؤمن لها حوامل الطاقة. منذ 5 سنوات والمحطات خارج الصيانة، حاليا نقوم بإجراء الصيانة على كافة المحطات. قطع داعش الكهرباء عن محطات الضخ في الخفسة لا يعيق العمل هنا. توقف هذه المضخات يمكن أن يصبح من عداد الماضي، مع الحلول البديلة من محركات الديزل أو خطوط تغذية كهربائية تعوض عن تلك الآتية من سد الفرات. من ضفاف نهر الفرات تعود الحياة إلى حلب من جديد. تمثل هذه المياه الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، آية لعلها تختزل معاناة الحلبيين مع أزمة مياه طالت لأكثر من 4 سنوات، وتشارف على النهاية مع وصول طلائع الجيش السوري
إلى الخفسة ومضخاتها. رضا الباشا من ضفاف بحيرة الأسد ريف حلب الشرقي، الميادين. شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني على أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة تثبت وقوف إسرائيل وراء الحرب في سوريا. لاريجاني وفي كلمة خلال جلسة لمجلس الشورى أشار إلى أن نتنياهو أدلى بأقوال غريبة في أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحرف التاريخ. ليس غريبا على شخص صهيوني كنتنياهو إطلاق الاتهامات والأكاذيب، لكن كلامه يوضح أيضا أن الكيان الصهيوني هو من يقف وراء الحرب في سوريا، وقد حدد شرطا لإقرار السلام في سوريا. تصريحاته أكدت أن الحرب في سوريا تستهدف المقاومة، وبذلك فهي تزيل الشكوك التي كانت تساور بعض حكام دول المنطقة في أن الحرب في سوريا لا تصب في مصالح المسلمين. لقد اتضح أن الهدف هو إضعاف المقاومة والدول التي تدعمها. النتائج من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى موسكو لم تأتي على حجم التوقعات، وبدلا من أن يعود نتنياهو بموقف روسي لمواجهة إيران في سوريا، عاد بكتاب عن حروب يهودا. تقريم هيثم عباني. بعد فشل الرهانات الإسرائيلية على سقوط النظام في سوريا، تبذل إسرائيل مساعي كبيرة استعدادا لليوم الذي يلي انتهاء الحرب هناك بهدف الحد مما تعتبره انتصارا لإيران وحزب الله أيضا، وما يشكله ذلك من مخاطر عليها بحسب معلقين إسرائيليين. هذه المساعي كانت في صلب زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حزب الله وإيران يشكلان تهديدا لإسرائيل، وتدخل روسيا وإيران في مناطق قريبة جدا من حدود إسرائيل هو أمر خطير جدا. معلقون قالوا إن نتنياهو خرج من لقائه مع بوتين فقط بكتاب أهداه إياه الرئيس الروسي يحمل عنوان حروب يهودا، فالمصالح الإسرائيلية والروسية في المنطقة مختلفة وكذلك الأولويات. إيران بإزورين وكان حزب الله. أعتقد أن مصالحنا ومصالح روسيا مختلفة تماما، وأن التصادم غير قابل للمنع بينهما بخصوص إيران. وحزب الله ليس ضمن لائحة الإرهاب الروسية. نحن ننظر إلى الشمال وإسرائيل قلقة جدا مما يحصل هناك. ما يهم إسرائيل في الأساس هو أن لا يتسبب الروس في طرد داعش ويبقى الإيرانيون على حدود الجولان، يقول معلقون، ويضيفون بأن الانطباع السائد هو أن بوتين استمع وفهم ما تريده إسرائيل، لكن جدول أعماله مختلف كليا، وسيبقى الموضوع كما يبدو قضيتنا وحدنا. من جديد أهلا بكم. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن دبابة كرار، وهي الدبابة الأولى التي تمت صناعتها داخل إيران بالكامل، تضاهي أحدث الدبابات في العالم. دهقان وخلال مراسم إزاحة الستار عن دبابة كرار وافتتاح الخط الإنتاجي الأول لها، شدد على أن هذه الدبابة تمتلك قدرات نارية ودقة إصابة للهدف ومواصفات تقنية وقتالية عالمية. استقبل نائب وزير الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدي نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران، وبعد اللقاء قال الأخير إن العلاقات بين مسقط وطهران نموذجية ومثال لسائر دول المنطقة. البوسعيدي أضاف إن تعزيز العلاقات العمانية الإيرانية يسهم في توفير الاستقرار في المنطقة. سرمدي من جهته أعرب عن رغبة إيران في تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان. قتل 3 ضباط من قوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي خلال مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في مديرية المخا بمحافظة تعز، فيما أصيبت امرأة بجراح بليغة جراء انفجار قنبلة ألقتها طائرات التحالف السعودي على مديرية حيدان في محافظة صعدة. تعنف المواجهات في مديرية المخا. قوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تسعى إلى بسط سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية بعد أن نجحت في السيطرة على المرفأ، لكن المعارك هناك لا يبدو أنها سهلة. آخر التطورات الميدانية تحدثت عن مقتل عدد من عناصر قوات هادي بينهم 3 ضباط رفيعي المستوى في المخا. وأفاد مصدر عسكري في قوات هادي أن اللواء صالح سالم زقل الصبيحي وقياديين آخرين هما العميد منصر حسن الردفاني والعقيد مروان نجيب فضل الصبيحي قتلوا إلى جانب جنود آخرين في المعارك الدائرة في المخا في محافظة تعز.
المعارك امتدت إلى معسكر التشريفات شمالية شرق المحافظة، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وكثفت خلالها طائرات تحالف السعودي من غاراتها على المنطقة، كما شملت المعارك منطقة العمري بمديرية ذباب الساحلية غربي المحافظة. القوات اليمنية أعلنت أنها تمكنت من إحباط محاولات تقدم عديدة لقوات هادي باتجاه مديرية نهم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء، كما دارت معارك عنيفة في صحراء ميدي الحدودية التابعة لمحافظة حجة. وعند الحدود اليمنية السعودية استهدفت القوات اليمنية بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذي الخضراء وعلب ومواقع المخروق والطلعة في نجران. كذلك قصف الجيش واللجان بقذائف المدفعية تجمعات الجنود السعوديين في مدينة الربوعة والتبة السوداء في عسير بتزامن مع قصف مخيمات ومرابض للجنود السعوديين في ملحمة، إضافة إلى مركز سلاح الحدود في الخوبة وتجمعات الجنود السعوديين في موقع السودانة وتلة صالح بجيزان. تنتشر النكات والنوادر السياسية في أوساط اليمنيين ولا سيما في ظل الحرب، ومع اشتداد أوجاع الناس تعمل النكتة على تخفيف معاناتهم والتعبير عن سخطهم على مجريات الأحداث. هذا يبشرنا بقطار وهذا يبشرنا بطائرة بدون طيار، يا خبراء انتم يمن الإيمان ولا يمن المول. هكذا يتناقل اليمنيون في لقاءاتهم ومجالسهم الخاصة النكتة السياسية عند سماعهم الأخبار والتعليق عليها. أنتج العدوان السعودي في الوضع الاجتماعي اليمني حالة مأساوية جعلت المواطنين يتجهون نحو النكات السياسية لمهاجمة خصومهم في جانب، وجانب آخر للترفيه عن أنفسهم. هو أسلوب جديد ونوع في التخفيف من ضغط الحرب ومآسيها المختلفة، مثلما هو مواجهة للواقع بابتسامة من قبل مختلف شرائح المجتمع اليمني. إطلاق رجل على نصيد الشارع يقول النكات في وضع مأساوي، لا ماء لا كهرباء، الطائرات تقصف والميليشيات على الأرض تقصف المناطق. هذا دفع الناس إلى مواجهة هذا الوضع المأساوي عن طريق النكتة السياسية. لم تقتصر النكتة السياسية على التداول اللفظي بين اليمنيين، بل امتدت لتصل إلى الرسوم الكاريكاتورية التي تنقل واقع حرب التحالف من جهة، وتمتد لمناقشة أوضاع اليمنيين كتأخر الرواتب مثلا وجوع الناس. فالنكتة السياسية هنا أصبحت متنفس اليمنيين. أما بالنسبة لي أنا بالنسبة للكاريكاتير فطبعا أكيد أنا أتابع باهتمام جدا النكت السياسية، مش أخذها بالشك تماما كما هي، لا يعني أتابعها بحيث أنها تفتح لي أفاق أخرى في لإنتاج الفكرة الكاريكاتورية، بحيث أن الكاريكاتير هو متأثر أيضا بالشارع. ينسج اليمنيون النكت السياسية والقصص التي تضحكهم وتخفف من معاناتهم المستمرة، فتساير النكت السياسية هنا الأحداث أولا وتتجه إلى الجانب الاجتماعي، ولا سيما هموم اليمنيين الفقراء في ظل الحرب. اهتمام الناس هنا بأوضاع البلاد جعلهم يتناقلون النكات السياسية وغيرها، إما للتعبير عن السخط من حدث ما أو للتخفيف من ضغط الحرب وفوضى السياسة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. استشهد عنصر أمن تونسي في هجوم إرهابي استهدف دورية في ولاية قبلي جنوب تونس. وسائل إعلام محلية أفادت بأن مجموعة من الإرهابيين هاجموا دورية أمنية في منطقة جنعورة، وأدى تبادل إطلاق النار إلى مقتل مسلحين. اختتم مهرجان الأرض للأفلام الوثائقية في سردينيا أعماله بعد 5 أيام كانت فيها الأفلام الفلسطينية صاحبة النصيب الأكبر من بين الأفلام المشاركة، والتي حازت على جوائزه ومن بينها أفلام من إنتاج قناة الميادين. هناء محميد. 33 فيلما عربيا وأجنبيا تم عرضها خلال الأيام الخمسة لمهرجان الأرض للأفلام الوثائقية في سردينيا،
القضية الفلسطينية كانت المحور الأبرز لهذه الأفلام وللورشات المرافقة للمهرجان من خلال الإضاءة على انتهاكات الاحتلال عموما. تحدثت عن الاعتقال الإداري. كما تعلمين فإن الإسرائيليين يعتقلون الفلسطينيين من دون تهمة أو محاكمة. يجب علينا أن نعرف ماذا يجري مع الفلسطينيين في فلسطين، وهذا وجه مهم من الاحتلال والتمييز العنصري والنظام الاستعماري. يستقطب المهرجان جمهورا متنوعا، لكن جهود القائمين عليه تكرس لجذب الشباب والتلاميذ. إنها طريقة جيدة لأعرف أكثر عما يجري في فلسطين وإسرائيل. هناك الكثير من المعلومات، لكن الآن أنا أعلم جيدا ماذا يحصل فعلا. أنا بهالأفلام نوجه للشباب الأوروبي شو المشكلة في فلسطين، وشو يعني المشكلة للحركة الصهيونية، وشو السياسة يعني. في ختام أعماله منح المهرجان 4 جوائز تناولت جوانب مختلفة تتعلق بالقضية الفلسطينية: قهوة لكل الشعوب، وعمواس استعادة الذاكرة حاز على جائزة المهرجان. أما المطلوبون 18 ونفق الموت فحازا مناصفة على جائزة أفضل فيلم عن فلسطين، كما حاز الحبر المر على جائزة المخرج الشاب. وأما الجمهور فمنح جائزته لفيلم أحلام قيد الاعتقال من إنتاج الميادين للزميلة نسرين سلمي. على طريق إعادة فلسطين إلى أصحابها يسير مهرجان الأرض بمشاهديه، يصارع غول الهيمنة الصهيونية على صناعة السينما والإعلام بكل ما أوتي من جهد ليقول كلمة الحق. هناء محميد من مهرجان الأرض للأفلام الوثائقية في سردينيا، الميادين. قالت مواقع وسائل إعلام كورية جنوبية أن جارتها الشمالية تستعد لإجراء أكبر التجارب النووية في تاريخها. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قبل أسبوع 4 صواريخ باليستية وسقطت على بعد 350 كيلومترا من الساحل الشمالي الغربي لليابان. تتسارع الإدانات الدولية من جهة، تضرب بها كوريا الشمالية عرض الحائط من جهة ثانية، وتمضي بتجاربها الصاروخية والنووية قدما. تجربة نووية هي الأكبر في تاريخها تستعد بيونغ يانغ لإجرائها بقوة تزيد 14 ضعفا عن تجربتها النووية الأولى، وفق معلومات بدأت تخرج تباعا من جاراتها الجنوبية. وبحسب تحليل موقع 38 نورث المهتم بشؤون كوريا الشمالية لصور تم التقاطها مؤخرا بواسطة الأقمار الصناعية التجارية، فإن أعمال حفر كبيرة تجري في موقع التجربة النووية في بلدة بونكي في شمال شرق البلاد. الموقع أوضح أن أعمال الحفر التي تقوم بها كوريا الشمالية قد تسمح لها بإجراء تجربة نووية جديدة ربما تصل قوة انفجارها إلى 282 ألف طن بعد 4 تجارب نووية كان آخرها في شهر أيلول سبتمبر. اليابان من جهتها نشرت طائرة استطلاع لمراقبة نشاطات كوريا النووية، بينما قالت الصين إنها تراقب مستويات النشاط الإشعاعي بالقرب من حدودها. تجربة إن حصلت تؤكد أن بيونغ يانغ تدير ظهرها مجددا للحظر المفروض على إجرائها أي تجارب نووية أو صاروخية بموجب نظام العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة، كما أنها تأتي بعد تجارب على إطلاق صواريخ باليستية ذاتية الدفع وصل بعضها إلى المياه الإقليمية لليابان. والآن إلى الموجز الرياضي في الظهيرة مع الزميل محمد إجرادي. مساء الخير محمد. مساء الخير وفاء، شكرا لك. أهلا بكم. النتائج المخيبة لأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا عوضها في مسابقة كأس الاتحاد. الغانرز حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي على حساب لينكولن من الدرجة الخامسة بخماسية نظيفة. بهذا الفوز التحق الرجال المدرب أرسن فينجر بفريق مانشستر سيتي في المربع الذهبي على أن تستكمل مباريات ربع النهائي اليوم بين توتنهام وميلوول. أما قمة المواجهة فموعدها غدا بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.
وفي هولندا عزز بياس بي ايندهوفن مركزه الثالث في الدوري بعد الفوز على أرضي جوهد إيجلز ضمن الجولة 26 بثلاثة أهداف لواحد. أنهى الزائر الموقع لمصلحته ليرفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف أياكس الثاني والمتخلف بمباراة واحدة. نادي العاصمة الهولندية سيختتم الليلة الجولة أمام أدفانتي إنشخيدي، وفي حال التعثر ستصبح مهمة المنافسة على اللقب غاية في الصعوبة. وفي البرتغال شهدت الجولة 25 سوبر هاتريك في لقاء تاندلا وضيفه سبورتنج لشبونة. المهاجم باس دوست قاد الضيوف إلى الفوز بأربعة أهداف لواحد ووقع على كل الأهداف بينها ركلة جزاء. النجم الهولندي يتربع على صدارة الهدافين ب 22 هدفا. نادي العاصمة رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن بورتو المتصدر. يصعد برشلونة لنقل تألقه من دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الإسباني حين يحل ضيفا على ديبورتيفو لا كورونيا ضمن الجولة 27. لاعبو برشا يعانون الإرهاق بعد التأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية، لكن الهدف يكمن في المحافظة على صدارة الليغا. المدرب لويس إنريكي أكد أن فريقه سينافس على كل الألقاب بجدية، ونوه إنريكي بالمستوى التصاعدي لنجمه البرازيلي نيمار الغائب عن الحصة التدريبية، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة. أي دعسة ناقصة لبرشلونة سيستغلها ريال مدريد حين يستضيف ريال بيتيس. الملكي تراجع إلى المركز الثاني بعدما خسر 5 نقاط خلال أسبوع واحد ليتخلف عن منافسه اللدود برشلونة بنقطة وحيدة، علما أن ريال لعب مباراة أقل. تشكيلة المدرب زين الدين زيدان تشهد غيابات مؤثرة وعلى رأسها جارث بيل الموقوف، فيما الإصابة تبعد بيبي ورافائيل فاران وفابيو كوينتراو. وفي السلة الأمريكية الأعشار الأخيرة من الوقت الإضافي حسمت المواجهة لمصلحة واشنطن ويزردز على أرض بورتلاند. جون وول قاد الضيوف إلى الانتصار بتسجيله 39 نقطة وأضاف 9 تمريرات حاسمة. اللاعب الجماعي ميز أداء واشنطن فحقق 3 لاعبين ثنائية مزدوجة. أما عند صاحب الأرض فكان ميكالوم الأفضل ب 34 نقطة. واشنطن رفع رصيده إلى 41 انتصارا ليعزز موقعه في وساطة ترتيب المنطقة الشرقية. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة لك وفاء مجددا. شكرا لك محمد، ونحن بدورنا لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز عناوين الظهيرة. السلطات الأردنية تفرج عن الجندي أحمد الدقمسة بعد 20 عاما في السجن لقتله إسرائيليات استهزأن بصلاته على الحدود. الأمن الفلسطيني يقمع وقفة احتجاج أمام مجمع المحاكم في رام الله احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج وخمسة من رفاقه. تركيا تصاعد ضد هولندا، نزع العلم الهولندي ورفع التركي فوق قنصليتها في إسطنبول، وأردوغان يتهم أوروبا والغرب بالنازية. القوات العراقية تحرر حي الأغوات وتدخل حي الموصل الجديدة وتعلن استعادتها أكثر من ثلث مساحة الساحل الأيمن للمدينة. وكان في الظهيرة مهرجان الأرض للأفلام الوثائقية في سردينيا يختتم أعماله، كلمة حق لفلسطين ولأفلامها النصيب الأكبر. وبتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية، وكذلك صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الختام شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.